إذا عندنا التمرين، التمرين رقم 2 شنو عندنا فيه؟ كذلك عطينا بسيط سؤال رقم 1 بسيط، حاولوا نديروا سؤال بسؤال بسيط. العدد التالي اللي هو عندنا أ كتساوي الألين ديال 100 ناقص جوج ألين ديال اش ديال 5 سي بيان. اذا هنا نحاولوا نديروا التبسيط ديال هذا العدد ديالنا، ولا نحاولوا نكتبوا الاسئله ونجاوبوا عليها هنايا. دونك 2 حل في اغ المعادله اللي هي اولى المتراجعه، المتراجعه اللي هي الاكس بو ديال 2 اكس زائد 3 ناقص الاكس بو ديال اكس زائد 1 اكبر من او يساوي 0. وعندنا السؤال 3 اللي فيه الف و باء كتكون من جزئين اللي هو الف وباء، شنو عطى؟ باء كتكون من جزئين اللي هو الف وباء، شنو عطى لنا في السؤال 3 الف؟ قالك تحقق، تحقق ان تي كاري ناقص 2 تي ناقص 8 كتساوي هي تي ناقص 4 عامل لتي زائد 2. بون نمشيو للسؤال باء، شنو عطينا في السؤال باء؟ حل في اغ المعادله اللي هي كالتالي الاكس بو ديال الين عفوا الين دو اكس او كاري ناقص 2 الين دو اكس ناقص 8 كتساوي 0 سي بيان. دونك هذا سؤال باء من تمرين رقم 2. وعبقى لنا السؤال الرابع اللي هو النظمه، حل النظمه حتى نعاودو نكتبوه من بعد ما نجاوبو على الاسئله، نكتبو كذلك النظمه ديالنا ونديرو الحل ديالها اللي هو كالتالي سي بيان. اذا نبداو على بركه الله في السؤال رقم 1 تبسيط، سؤال 1 بسيط. شنو غادي نبسطو؟ نبسطو العدد اللي هو ا، فقنا دونك ا اش كيساوي عندنا؟ عطينا هي الالين ديال 100 ناقص 2 الين ديال اش ديال 5 سي بيان. الوغ ا اش كيساوي؟ عندنا الالين ديال 100 كخاصيه اللي هي 10 اس 2 ناقص 2 الالين ديال اش ديال 5 مزيان. نطبقوا الخاصيه ا اش كتساوي؟ هي 2 الالين ديال 10 ناقص 2 الالين ديال 5 مزيان. الى عملنا هنا ا، نعمل هنا بجوج وهنا بجوج، تجيني 2 عامل الالين ديال 10 ناقص الالين ديال اش ديال 5 كنخدم غير الخاصيه ديالي. دونك اش كتساوي؟ كتساوي 2 وهذه هي الالين ديال اش كخاصيه ديال 10 على 5. اذا شنو غتساوي لنا؟ ا كتساوي لنا 2. وكذلك نعلم بان اختزلنا هنا واختزلنا هنا غتبقى لنا هي الالين 2. وهكذا غنكون بسط وبسهوله، دونك بسطنا بطريقه اللي هي سهله العدد اللي هو ا اشحال كيساوي سي بيان. نحاولوا دابا من بعد ما بسطنا ننتقلوا للسؤال رقم 2 اللي هو حل المتراجعه. الى هضرنا على المتراجعه ديالنا غنقولوا السؤال رقم 2 سي بيان. عندنا الاكس بو ديال 2 اكس زائد 3 ناقص اكس بو ديال اكس زائد 1 اكبر من او يساوي 0. هنا ما نحددش الدومين دو ديفينيسيو او مجموعه التعريف، لماذا؟ لان الاكسبو دائما معرفه على ار اللي هي 2 اكس زائد 3 اكبر من او يساوي الاكسبو ديال اكس سي بيان. كنختزل الاكسبو مع الاكسبو كتبقى لنا 2 اكس زائد 3 اكبر من او يساوي اكس زائد 1. مجاهيل في طرف كذلك ناقص اكس اكبر من او يساوي 1 وندي هذه هي ناقص 3. 2 اكس ناقص اكس معروفه اللي هي اكس اكبر من او يساوي ناقص 2. اذا حل المتراجعه من ناقص 2 داخل حيت او تساوي حتى لين حتى البليس لانفيني. وهكذا غنكون درت الحل المتراجعه ديالي وبسهوله سي بيان. من بعد المتراجعه ودرنا الحل ديالها اللي جاوبنا على هذا السؤال الثاني كذلك، غنمشي للسؤال رقم 3 نجاوب كذلك على الأسئلة اللي في السؤال رقم 3.
عندنا السؤال 3 ألف، شنو تحقق أن 3 ألف ماذا؟ شنو جبنا هذا السؤال؟ قال لك تحقق، تحقق ماذا؟ تحقق أن ماذا؟ تي كاري ناقص جوج تي ناقص 8 كتساوي هي تي موان 4 عامل لي تي بليس 2. سي بيان. دونك هنا كاين بزاف ديال لي ميثود، نقدر ننشر هذه ونوصل لهذه، ونقدر كذلك ندير طرق نستعملهم في هذه، ماشي مشكل. غنقلبوا على اسهل حاجه، نطلقوا من هذه ونوصلوا لهذه. عندنا تي موان 4 عامل لي تي بليس 2، اش كتساوي هذه؟ تساوي ندير النشر ديالي عادي، تي مضروبه في تي اللي هي تي او كاري، تي مضروبه في جوج اللي هي جوج تي، تي ناقص 4 مضروبه في تي اللي هي ناقص 4 تي، ناقص جوج مضروبه ناقص 4 مضروبه في جوج اللي هي ناقص 8. دونك تساوي هذه هي تي او كاري ناقص 4 جوج جوج ناقص 4 اللي هي ناقص جوج تي ناقص 8. اذا هادشي كيساوي، اذا بالصح راه تي كاري ناقص جوج تي ناقص 8 كيساوي هو تي ناقص 4 عامل لتي زائد 2. وهكذا غنكون تحققت منها بكل بساطة، يعني أسئلة اللي بساط في غاية البساطة. بو غنمشي ننتقل دابا من بعد ما تحققنا هادو، ما بقينا محتاجنهم في والو، السؤال الأسئلة جاوبنا عليهم، جاوبنا على السؤال 3 ألف، غنمشيو دابا للسؤال 3 باء ونجاوبو عليه كذلك ومثال. سؤال 3 باء، شنو مطلوب منا؟ حل في اخ المعادلة. شنو هي المعادلة؟ عندنا الالين دو اكس او كاري ناقص جوج الين دو اكس ناقص 8 كتساوي لنا زيرو. اول حاجة خصنا نحدد ماذا؟ نحدد دو دو اف. طونكو عندنا اكس هنا واكس هنا، الوغ دو دو اف ديال هادي باينة خلاص هي من الزيرو حتى البليس لانفيني. علاش كنحدد دو دو اف؟ باش كنكومباري هادوك الحلول واش كينتمي ولا ما كينتميوش لمجموعة التعريف ديالي. سي بيان. دونك من بعد ما حددنا مجموعة التعريف، نرجعو دابا لهنا ونعاود نكتب هادي باش نوضح اكثر. الين دو اكس او كاري ناقص جوج الين دو اكس ناقص 8 ايكالا زيرو. سي بيان. اذا كنجي ضروري هنا ما عنديش كي ندير لها لما درتش نضع، نضع مثلا تي. علاش؟ حيت كنشتغل هنا بتي، تي كتساوي الالين دو اكس. سي بيان. دونك اجو معايا هنا، هذه هي تي وغنزيد عليها اس 2 ناقص هالجوج وغنبدل الالين بالتي ناقص 8 اش كتساوي زيرو. سي بون. دونك هذه اش كتساوي لنا؟ هادشي كامل هو زيرو. بون حنا كنعرفو دابا هنا شنو عندي هنا، هذا اش كيساوي؟ ديجا تحققنا منه هو تي ناقص 4 عامل لي تي زائد جوج ايكالا زيرو. سي بيان. بون غنكمل دابا الاجوبه ديالي هنا. سي بيان. بون نحاول نكمل جواب على السؤال ديالي وننتقل لصفحه اخرى نكمل الحلول. اذا هنا اش كيعني هذا؟ تي ناقص 4 ايكالا زيرو، او تي بليس زائد جوج كتساوي لنا شحال؟ هي زيرو. سي بيان. دونك تي ناقص 4 كتساوي زيرو، او هذه كتساوي زيرو. نجي دابا ونحاول ندير الحلول ديالي هنا. قلنا تي ناقص 4 نعاودهم باش يبانو كثر كتساوي زيرو، او تي زائد جوج اش كتساوي زيرو. دونك هذه كتعني تي كتساوي 4، او تي اش كتساوي ناقص جوج. سي بيان. بو حنا عندنا شنو عندنا؟ عندنا تي هي الالين دو اكس، تي هي الالين دو اكس. اش كتعني لي هادي؟ كتعني لنا الالين دو اكس كتساوي 4، او الالين دو اكس مالها كتساوي لنا ناقص جوج. سي بيان. الوغ هادو من بعد ما انتهينا منهم وقعد ديما ندير بيهم، نجي نكمل انا غادي ونكمل الجواب ديالي طبر هذا. دونك هنا باش نتخلص من الالين خصني ندير الاكسبو هنا. اذا كذلك غندخلو كذلك الاكسبو هنا مع الاكسبو ديال ناقص جوج. مزيان.
بون اذا بعد ما كنديروا الاكس بو كتختزل مع الالين شنو غتلقى لنا اكس كتساوي الاكس بو 4 او كذلك ال تختزل مع اكس اكس شحال تساوي لنا اكس بو ناقص 2 وعندنا هنا الا شلنا ناقص 2 اللي هي 0 فاصلة شي حاجه تنتمي لهذه المجموعه التعريف وهذه كذلك تنتمي اذا حل المعادله هو ودير اس ودير الحلول ديالنا هي الاكس بو ناقص 2 وكذلك الاكس بو ديالاش ديال العدد 4 سي بيان. اذا من بعد ما انتهينا من هذا التمرين ديالنا نحاولوا كذلك مازال عندنا سؤال اللي هو السؤال رقم 4 نساليوه اللي هو كذلك باقي حنا في التمرين رقم 2 عندنا السؤال 4 حل النظمة اللي ما كتبتوش خليت حتى نصفر له المساحه الكافيه. دونك النظمة ديالنا شنو هي؟ هي 2 لوغ لوغ دو اكس زائد او ناقص لوغ دو ايغريك اش كتساوي؟ كتساوي ناقص 4 سي بيان. كذلك عنديرو 3 لوغ شي اللي عطينا في المعطيات زائد 2 لوغ ديالاش ديال إيكغيك اش كتساوي 1. نضع ماذا نضع؟ نضع مثلا إكس كتساوي لوغ ديال إكس و إيكغيك كبيرة اش كتساوي لوغ دو إيكغيك سي بيان. ديما كندير نضع إذا النظمة كتولي لنا 2 ها هي باش عنبدل لوغ دو إكس بغون إكس ناقص غون إيكغيك يعني إيكغيك اش كتساوي ناقص 4. نجي لهنا 3 غون إكس زائد 2 إيكغيك اش كتساوي لنا 1 سي بيان. دونك من بعد ما وضعت هادشي هذا نجي دابا نكمل حل النظمة ديالي بإحدى الطرق اللي كنعرفهم أنا سي بيان. إلا درت الطريقة ديال التألفية ما معنى الطريقة التألفية؟ نضرب عددين متقابلين سينو نقدر ندير الطريقة ديال التعويض حلاش نخلي هاد العدد هذا هنا هو 3 غون اكس زائد 2 ايغريك كتساوي 1 هذا ما نقيسوش ونجي لهنايا ندير 2 اكس اولا نخلي ندير ناقص ايغريك اش كتساوي كنقلب على اللي ساهل ناقص 4 ناقص 2 اكس سي بيان. دونك شنو غتولي لنا؟ هي الا ضربت هنا في الناقص غتبقى لنا هي ايغريك كتساوي لنا هي 4 زائد 2 اكس اذا صدت ايغريك كتساوي لنا 4 زائد 2 اكس نرجع دابا للمعادله الثانيه ونعوض ايغريك بالقيمه ديالها ها هي 3 اكس زائد 2 عامل ونحيد ايغريك ونحط في بلاصتها 4 زائد 2 كون اكس هادشي كامل كيساوي لنا 1 سي بيان. نخلي هذه كما هي كتساوي 4 زائد 2 كون اكس نجي لهنا 3 اكس وهنا انشرش غتولي لنا 3 كون اكس زائد 2 مضروبه في 4 اللي هي 8 زائد 2 2 اللي هي 4 كون اكس كتساوي لنا 1 سي بيان. الا حسبنا 3 اكس زائد 4 اكس وي 3 اكس زائد 4 اكس اللي هي شنو غتعطينا؟ هي 7 اكس اش كتساوي؟ عندي هنا غتولي ناقص هي ناقص 8 زائد هاد الواحد هذا حنا معروفه عندنا هنا ماذا؟ عندنا ايغريك اش كتساوي هي 4 زائد 2 كون اكس سي بيان. دونك اش جينا هنا ناقص 8 زائد 1 اللي هي ناقص 7 اذا عندنا اكس شنو هي؟ هي ناقص 7 على واش؟ على هاد 7 اللي هي ناقص 1 سي بيان. كنجي دابا لهاد ايغريك هادي وعندير هي 4 زائد 2 مضروبه فاش؟ في ناقص 1 عوض ثاني اكس بالقيمه ديالها اذا شنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس كتساوي عفوا ايغريك كتساوي شنو غتساوي لنا؟ 4 ناقص 2 مضروبه في ناقص 1 هي ناقص 2 و4 ناقص 2 غتعطينا هو العدد 2 و اكس شحال هي؟ هي ناقص 1. مي هنا شنو صدت؟ صدت كون اكس كتساوي وكون ايغريك اش كتساوي. نمسح دابا من بعد ما احنا كتبنا النظمة ديالنا نرجع لهادو هما لهاد النضع نعاود نكتبهم هنايا شنو وضعت؟ وضعت كون اكس
كتساوي لوغ دو اكس. كذلك وضعت غون اي كتساوي لوغ ديال اش ديال اي. مزيان. الا شديت دابا هاد اكس هادي شحال صنعها كتساوي اكس لقيناها كتساوي لنا ناقص واحد، و اي شحال صنعها كتساوي صنعها كتساوي لنا جوج. مزيان. اي صنعها كتساوي جوج و اكس صنعها كتساوي لنا هي ناقص واحد. سي بيان. دونك شنو غندير دابا هنا؟ غنشد غير هادي غنحاول نبدلها باش نحط في بلاصة هاد اكس غنحط لوغ ديال اكس. فوالا اكس كتساوي ناقص واحد. غنجي هنا ديال هاد ايكغيك شنو غندير؟ غنحط لوغ ديال اش؟ لوغ دو ايكغيك اش كتساوي؟ كتساوي جوج. اذا هنا باش نتخلص من هادي غتجيني هي اكس كندير هي 10 اس ناقص واحد، و ايكغيك اش كتساوي؟ هي 10 اس جوج كخاصية باش كنتخلص من لوغاريتم ديسيمال. اذا غنشوف هاد الحلول هادو واش كينتميو لدي دو اف اللي عندنا هي زيرو بليس لانفيني، ما حددناهاش ولكن غادي نحدوها اللي هي من زيرو حتى لبليس لانفيني. دي دو اف ديالنا من زيرو حتى لبليس لانفيني، عندنا ناقص 10 عدد اللي هو كينتمي، وكذلك اذا حل النظمة هو هاد الزوج 10 اس ناقص واحد و 10 اس 2. لماذا؟ لان هاد الحلين كينتميو لنا لواش المجموعات التعريف ديالنا.